بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك كتابة. عندما تتجاوز كلمة الأهلي معنى الفرحة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة، الحلقة 899 جاية أعتقد في أسبوع الأهلي خرج فيه من مباراة ذهاب كبيرة جدا، ويترقب مباراة إياب حاسمة قوي، لكن المهندس عدلي يراها تتجاوز حدود الفرحة. شوف يا أستاذ إبراهيم، أنا يعني كان في حوار بيني وبين أحد الأصدقاء من يومين كده، وقال لي كلمة توقفت أمامها، أنا كنت حاسسها وكنا بنتناقش فيها. قال لي عجلي ما بقناش نفرح، يعني فوز الأهلي ما بقاش يفرحنا، إحنا تجاوزنا معنى الفرحة اللي بيفرحنا الافتخار بالأهلي. يعني إحنا لما نسمع إن الأهلي بقى رقم كذا على العالم بنحس بالفرح، لما بنكسب ماتش أو ما بنكسبش ماتش، لا لما بنكسبش ماتش بنزعل، طب لما بنكسب ماتش بنرتاح، لكن ما بنفرحش. فخلاني أتأمل فعلا، هو الاعتياد على المكسب جعلنا نعتاد على الفرحة فتجاوزناها إلى أمور أعمق بكثير؟ أعتقد هذا ده كلام مهم قوي. اعتياد الفرحة، اعتياد النصر، اعتياد الفرحة، وانك اصبحت الاهلي يعامل على احتكار البطولة، وليس ولذلك عندما تخسر مباراة تخسر بطولة او تخسر مباراة، ويتجاوز الامر عندما تكسب بدون عرض طيب، الامور بتروح مع جماهير الاهلي في حتة مخليها مش عارفين يستمتعوا بالاهلي قوي. مفيش فرقة في العالم بتقدم ما يقدمه الاهلي لجماهيرها. وعشان كده جمهور الاهلي عايش حالة الزهو والارتباط بالاهلي في قيمته ومعناه. فهو شايف الاهلي حاجة عظيم، حاجة خرافية كما يراه العالم. احنا انت مجهز حاجات، هنشوف العالم شايفنا ازاي. ده كلام فلسفي مهم جدا، عشان كده حلقة النهاردة الأهلي والأميرة وحسابات الساحرة المستديرة. الحياة حسابات الساحرة المستديرة فيما بين جولتي الذهاب والإياب لدور الأبطال، وسعي الأهلي نحو الحفاظ على لقب الأميرة بإذن الله تعالى بعد التعادل السلبي في تونس، انتظارا لمباراة الإياب يوم السبت القادم. المسألة فيها حسابات كثيرة مهمة جدا نتوقف عندها النهاردة بكثير من التفاصيل. بداية دعنا نهنئ نادي الزمالك وجماهيره بالفوز أمس بالكونفدرالية، وإحنا كنا بنقول يا ريت الكونفدرالية ودوري الأبطال يبقى يعني بطولات مصرية هذا الموسم. مهم جدا نوصل، حققنا جزء، باقي جزء على الأهلي أن يحقق بطولة الأبطال، دوري الأبطال. ولكن الترجي فريق مش سهل. أعتقد ده كلام هيبقى كمان في تفاصيل عن الترجي، لكن أيضا حرص مجلس إدارة النادي الأهلي بالأمس على إرسال برقية إلى نادي الزمالك الشقيق يهنئه وأعضاء النادي وجماهيره بالفوز بكأس الكونفدرالية الأفريقية، متمنيا له كل التوفيق. أعتقد ديت يعني لبنة في جدار جديد مهم، في جو معين وفي توجه مسؤول من المسؤولين. الا قليلا. عايزين بقى الجو العام يمشي في الاتجاه ده. عايزين نبتدي بقى نشوف بقى وننقي وسائل الاعلام او وسائل الاتصال الى حد كبير من شوائب التحفيل وال يعني التنظير على بعضنا. طيب، لا يفوتنا طبعا في البداية أن ننعي رحيل الزميل العزيز أحمد نوير مراسل قناة أو شبكة بي إن سبورت الرياضية في مصر، الذي وافته المنية قبل أيام. أحمد نوير زي ما حضراتكم تابعتوا مسيرته، يمكن في كل بطولة تنقلها شاشات البي إن سبورت كان
احمد نوير حاضرا في الملاعب المصريه، سواء المباريات للمنتخب الوطني، للاهلي، للزمالك، لكل الانديه التي تشارك في البطولات الافريقيه وتنقلها قناه البي ان سبورت، كان وجه احمد نوير مالوفا، كان دأبه دائما شاهدا على مهنيته واخلاقه وايضا التزاماته الشديده. وفاته المنيه بعد رحله قصيره مع المرض. ألف رحمة ونور على روحه الطيبة الطاهرة، كل العزاء لأسرته وأيضا لأسرة بي ان سبورتس. ربنا يرحمه شباب. وهنا يعني بص على الحياة في حقيقتها في مجملها تساوي إيه؟ محدش عارف حاجة. أيوة. ولا إمتى يأتي الأجل. طيب بعد مباراة الترجي يمكن الكل انشغل بعلي معلول وإصابة علي معلول. النهاردة الصبح أجريت لعلي معلول في أحد مستشفيات القاهرة جراحة مهمة لعلاجه من قطع جزء في الوتر أكيلس لقدمه. الدكتور أحمد جاب الله بيأكد على أنه العملية الحمد لله نجحت بشكل كويس، وأنه في بإذن الله تعالى أسبوعين أجازة وبعد كده يبدأ برنامج التأهيل إن شاء الله. شوف انا اقدر اكلمك على الاصابه دي لانها جات لي. انت جالك اكيلس؟ جات لي وانا بلعب مع فريق الشمس في النادي الاهلي. وقعت في النادي الاهلي. وفين؟ في السبعينات، في ابي اول السبعينات. ايوه. كانش لسه اصابه معروفه خالص، ولا جراح يعني اللي عمل لي العمليه جراح، مش حد بتاع عظام او متخصص يعني. انما هو فعلا بيبتدي العلاج الطبيعي وانت لسه متجبر او في الجبس او في جراحه، لان بيحافظ على العضلات وليها يعني باذن الله يرجع لنا علي اقوى من الاول. لاعب مهم جدا، الاصابه جات له في توقيت حرج وجاءت للاهلي في توقيت كان يحتاج جهد هذا اللاعب العظيم. كل الامنيات له بالشفاء العاجل، وانت في قلوب كل الاهلاويه يا كابتن علي. طيب كابتن محمود الخطيب حرص على التواصل مع علي معلول والاطمئنان عليه ودعمه، كما اتصل به ايضا المهندس خالد مرتجي امين الصندوق. الكل الحقيقه بيطمئن على علي وبيدعمه، ويمكن حتى انطوني مودست مهاجم الفريق كتب على حسابه عبر انستجرام بيدعم علي معلول وبيقول له اتمنى لك الشفاء العاجل يا اخي، سنبذل قصارى جهدنا للفوز بهذه الكاس من اجلك. والله كلمة حلوة. يعني أن تشعر بزميلك وتقول له يعني إحنا عشان خاطرك اديت لنا حافز مضاعف عشان نعوض غيابك ونفرحك معانا. مشاعر طيبة لإنسان يعني من أحدث الناس اللي انضمت للنادي الأهلي، ولكن انخرط مع الفريق وبدلهم المشاعر. نتمنى لك يا علي، ونحن من هنا أيضا اعتبرنا جزء من جمهورك أنا الأستاذ إبراهيم، وندعو لك بعاجل الشفاء وتمام الصحة بإذن الله. دي تويدت مودست يمكن، وهو بيقول له بنتمنى لك الشفاء العاجل وسنبذل كل جهدنا للفوز بالبطولة من أجلك. يعني يتحول علي معلول إلى دافع إن شاء الله تعالى لإحراز لقب البطولة مساء السبت بالقاهرة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، ويحمي كل اللعيبة من الإصابات اللعينة دي. طيب ايضا بنشاطر الصديق العزيز الكابتن طارق سليمان حارس مرمى الاهلي ومدرب حراس المرمى في الاهلي السابق الاحزام في وفاه المغفور له شقيقه. طارق سليمان واحد من حراس المرمى الكبار ومدرب الحراس في المقاولين وفي كثير من المنتخب الوطني واكثر من نادي، بنشاطره الاحزان في وفاه شقيقه. للفقيد الرحمه وللكابتن طارق واسرته الصبر والسلوان. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع نشوف الكثير من تفاصيل حسابات الساحره المستديره. فتش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. الاسبوع التعادلي في الاسبوع ال 24 للدوري، النهارده ثلاث مباريات انتهت كلها بالتعادل. المصري مع انبي 0-0، ودي نفس نتيجه زد والاتحاد، وواحد واحد تعادل فاركو مع المقاولين. الحقيقه بعد مباراه الاهلي والترجي في رادس واللي انتهت برضه 0-0، خرجت الصحف التونسيه مبدئيا تشعر انه فيها نبره امل في ماتش العوده. يعني هم بيقدروا
قدرة الترجي على ان هو يقدر يتدارك اموره في العودة. فكانت منشطات الصحف التونسية الصباح قالت تعادل يؤجل امر اللقب الى مواجهة القاهرة، والشروق التونسية قالت بشخصية البطل الاهلي يفرض التعادل السلبي على الترجي في رادس، وموقع فوت 24 تعادل سلبي بين الترجي والاهلي وصراع الارقام بين العملاقين يميل للاهلي. موقع العربيه قال في ذهاب نهائي ابطال افريقيا الاهلي يفرض التعادل على ارض الترجي. موقع روسيا اليوم الترجي والاهلي يفترقان على التعادل في ذهاب دوري الابطال. والبي بي سي ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا ينتهي بالتعادل السلبي في تونس. دي بعض الصحف والمواقع في تناول ما حدث في استاد رادس. مع احتفاظ الاشقاء التوانسه بنسبه كبيره من الامل في امكان الحصول على نتيجه خارج الارض ايجابيه. واصبح الامر من كثر تكراره الاتحاد الدولي يبحث فكره الغاء الهدف بهدفين خارج الارض عند التساوي في الاهداف، يعني واحد زي اوروبا يعني 1-0 و2-1 خلاص مفيش افضليه. القاعده دي اعتقد كده والله اعلم هتتلغي السنه الجايه. هي اتلغت في اوروبا بس لسه في افريقيا. الفكره ان خلاص انت بتلعب حدود الزمن والمسافه يعني الملاعب لما تكون جيدة والطقس والطقس والكلام ده، يعني كان زمان الصعوبات كانت جامدة جدا انك تلعب بره أرضك، دلوقتي بيتم تقليصها. ولذلك أنا بندهش جدا لما الاتحادات الإقليمية زي الاتحاد الإفريقي يسمح بأن فرقة متعودة تلعب بالليل يلعبها 3 الظهر عشان تستفيد من إرهاق الضيف. إذا كنت هتلغي قاعدة الجون بجولين وحد بقى مواعيد الماتشات في كل الملاعب مسائية علشان ما يبقاش العملية برضو معاييرها مختلفة. دي حاجة. حاجة تانية، النتيجة 0-0 أستاذ إبراهيم معناها أنك ليس لديك أي فرصة أنك تكسب البطولة إلا بالفوز. أي نتيجة تفوز انت تقدر تاخد البطوله. ايوه. في حين المنافس عنده فرصه التعادل الايجابي باي نتيجه، واي تعادل سلبي احنا الاثنين بنروح لركله الترجيح، وعنده كمان فرصه الفوز. اذا هو عنده 3 فرص واحنا عندنا، او فرصتين ونص واحنا عندنا فرصه ونص. لان في التعادل السلبي بيودينا ضربات الجزاء. نتمنى ان احنا النتيجة المنطقية التي يراها الخبراء ان النادي الاهلي على ارضه وملعبه حظوظه بتزيد، ان امكانياته بتنطلق بشكل افضل في حضور جماهيري ضخم. لكن احنا حتى امبارح شفنا ان الزمالك حقق الحد الادنى عشان يفوز بالبطولة. ايوه. المسألة ما كانتش سهلة. ايوه. يعني لو 1-1 0-0 برضه الزمالك ما كانش خد البطولة، الا ما كانش خد البطولة. فهو كان لازم يفوز 2-1، كانت لو فاز 2-1 كان ضربات جزاء، لو فاز بأي نتيجة أخرى 3-1 ولا بتاع كان ممكن يكسب. لكن أنا عايز أقول الحسابات معقدة، والفرق في شمال أفريقيا الفوارق التكتيكية بتلغي الفوارق الفنية إلى حد ما. يعني يبدو على الورق أن حظوظ الأهلي بخبرات بتاع، لكن طبعا صدمة علي معلول مؤكد أربكة الحسابات هناك، ومؤكد مستر كولر دلوقتي هيبقى بيفكر ازاي يعوض هذا الغياب، لانه علي معلول لاعب تكتيكي، ولاعب تكتيكي في الجانب الهجومي وصناعة الألعاب والمساهمات التهديفية والتهديف. نتمنى ان احنا نتمكن من تعويض هذا الغياب الى حد ما باشكال من بشكل من اشكال التكتيك او المهارات الفرديه حتى. لكن مش عايز الناس تتصور ان الماتش سهل. مؤكد انه مش سهل،
ومؤكد ان النتيجه اللي حصلت في تونس صحيح اجلت الحسم للقاهره حيث الاجواء الافضل بالنسبه للاهلي امام جماهيره الكبيره اللي اقبالها على المباراه بشغف غير طبيعي بالمره، لكن كمان المباراه شهدت مباراه رادس احراز مارسيل كولر رقما قياسيا خاصا به. اصبح مع مارسيل كولر الاهلي 21 مباراه في افريقيا متتاليه بلا هزيمه، سلسله اللا هزيمه وصلت ل 21 مباراه كانت بتقف في رادس عند 20 مباراه يتساوى فيها الاهلي مع الترجي. لكن الاهلي اضاف مباراه نظيفه في تونس، فكان مارسيل كولر صاحب هذا الرقم 21 مباراه مع الاهلي بلا هزيمه، ده رقم مهم جدا. لكن كمان الاهلي استقدم أو استدرج الأميرة بضيوفها التوانسة إلى القاهرة. مارسيل كولر كيف خرج من مباراة رادس بانطباعات وكيف يفكر في القاهرة؟ نشوف. كانت مباراة قوية جدا كما توقعت، لكن الشوط الأولاني ما لعبناش الكورة اللي أنا كنت عايزها أو ما عملناش اللي أنا كنت عايزه. الشوط الثاني كنا أفضل، دخلنا في المباراة كنا شكلنا أفضل كتير. في النهاية ده الماتش الأول، كده كده ماتشات النهائي من ماتشين، فده شوط. الشوط الثاني هيبقى في القاهرة، هيحتاج مننا إن إحنا نكون واقفين، نقف كويس، ندافع كويس، نقفل المساحات كويس، وفي نفس الوقت إن إحنا ناخد ريسك أو مخاطرة قدام وإحنا على أرضنا عشان نفوز بالمباراة إن شاء الله. بالنسبه لعلي معلول لسه بدري جدا ان احنا نعرف هل في اصابه او مدى قوه الاصابه. لما نرجع القاهره، نعود القاهره ان شاء الله باذن الله، هنقوم باشعات وتحاليل ونقدر ان احنا نشوف هل في اصابه قويه. لا دلوقتي بدري جدا ان نعرف، مفيش لسه عندي معلومه مؤكده عن اصابه كابتن علي معلول. Wenn der Vorteil ist, wenn man ballbesetzt ist, dann kann man das laufen lassen. Ja, der hat er abgefesselt und ist ein bisschen aufgeregt darüber und das war's. الكورة اللي أنا انفعلت فيها كانت بسبب إن الكورة كانت سايد، وبعدين إحنا قطعنا الكورة، كنا ممكن نعمل كونتر، كنا ممكن نعمل هجمة مرتدة خطيرة، فهو ما اداناش الأدفانتج، ما اداناش الفرصة. وأنا كنت شايف من وجهة نظري إن هو المفروض يسمح بالفرصة، لأن هي فرصة خطيرة جدا وهو صفارته منعها، عشان كده انفعلت شطر. Wir müssen aufpassen, aber wir müssen natürlich aufbauen mit unserem Spiel noch zulegen, dass wir sind die ganz erste geweiht werden können. أنا كل مباراة بلعبها مع النادي الأهلي، أي مباراة أيا كانت، هدفي دايما الفوز، فما كانش عندي الهدف بتاعي التعادل، ولكن بتلعب خارج الديار وحصلت على التعادل، فدي نتيجة لازم نقبلها ونقبلها كما هي. ده هي نتيجة كويسة ولا هي مش كويسة. بالنسبة لماتش العودة، طبعا احنا شفنا ترجي فريق كبير، فريق قوي، خلق فرصة او اثنين في الشوط الاولاني، ده بيبين قوة الفريق، وبالتالي الماتش في القاهرة لازم يكون في حذر من ناحيتنا جدا، ان احنا نكون دفاعيا عندنا تركيز وصلابة دفاعية، وفي نفس الوقت نحاول ان احنا نحرز اهداف عشان خاطر في النهاية ان احنا نحصل على لقب باذن الله. ما قاله كولر في المؤتمر بيعكس شخصيته، وأنا بيعجبني هذا النوع من المسؤولين والمدراء الفنيين يا أستاذ إبراهيم، اللي بيحترموا تماما المنافس. طول ما أنت بتحترم المنافس هتشتغل وهتخلي فريقك في حال التركيز. هذا الاحترام ينبغي أنه يعني نشوفه في التزام داخل الملعب، وفي شكل من أشكال الالتزام التكتيكي، ونعبر نفسنا بقى بشكل فردي للي يجيله فرصة. أنا مش مع الناس اللي عمالة تقول أضعنا الفوز في رادس. ما هو أنت متصور الماتش كان سهل نتيجة أن أنت استطعت أن تقابل المباراة بتكتيك مناسب. قضيت يعني كل الناس عمالة تتكلم على فرصة طول 90 دقيقة، ده تفوق في التكتيك والتزام اللاعبين. فمش لازم نذهب الى فكره ان احنا يعني لقينا فريق مستسلم وكنا ينبغي ننقض عليه، لان هو برضه قال دي، قال هو فريق منظم، ما سمح لناش نعمل الكلام ده برضه. يعني دائما
ننظر إلى أن أمامنا فريق يفكر ويخطط مثلنا، والفوارق الفنية ما هياش بعيدة قوي. إحنا فرقتين كبار جدا داخل إفريقيا، يا رب يستطيع الأهلي بشخصيته إنه يعرف يتعامل مع المباراة النهائية. خاصة أنا أرى من الشواهد كده إقبال غير مسبوق في تاريخ المباريات على التذاكر، أصبحت حمى حمى. أنا ما بقتش أرد على التليفون عشان التذاكر. الناس مش مصدقاني، أنا حاولت أجيب تذاكر، كان ابني طالب مني، ما عرفتش أجيب له ولا بالفلوس، لأن أول ما اتفتحت خلصت. ده بيقول لي في 7 دقايق. في 7 دقايق. أنا كنت فاكر في 17 دقيقة. ده بيقول لي المخبأ دلوقتي ب7 دقايق. فأصبح فكرة إنك تشتري حتى المحصولات، مش عايز أقول الرقم عشان الناس ما تتخضش، وصلت لكام والناس مش لاقياها. تاخد مقصورة ب 12 تذكرة لرجال الأعمال، هتعدي رقم مرعب مرعب لا يتخيله أحد. المباراة فيها أطراف، فيها اتحاد إفريقي، فيها اتحاد دولي، فيها رعاة محليين، السفارة التونسية، وفيها الضيوف. لا أنا باخد دول في كل الماتشات. إحنا والضيف في كل الماتشات. حط علينا بقى مين؟ الاتحاد الإفريقي في مباراة نهائية سيحرص بجميع لجانه وأعضائه وقياداته لحضور مراسم تسليم الكأس. الاتحاد الدولي له ممثليه هيحرص، وهناك مدعوون. ما تقول لي صح كده، انت قلت الاول صح والله، انت بتوغوشني. مدعوون من الاتحاد الدولي ورعاة الاتحادات ورعاة الانديه في هذه المباراه. الموضوع يا رب يكون عند حسن توقع الجماهير المندفعه للشراء او اللي حجزت بالفعل، يا بختهم. ده الإقبال الغير عادي على المباراة من قبل الجماهير، وده لأهمية المباراة. بس عايز أقول حاجة عطفا على اللي قاله المهندس عدلي بخصوص مباراة الذهاب. الناس اللي بتتكلم على أنه الأهلي ما لعبش كويس، أو الترجي كمان ما كانش في أحسن حالاته. الترجي ما كانش في أحسن حالاته لأنه الأهلي سيطر عليه تكتيكيا. ما هو لو الأهلي فريق قليل في المباراة كان الترجي هيمتلك وهيستحوذ وهيستعرض وهيسجل. الترجي على أرضه ووسط جماهيره لم يتمكن من ده. ليه؟ لأنه وقع في قبضة الأهلي تكتيكيا. المباراة تكتيكية بامتياز، عشان كده هتشوفوا آراء كتيرة العدد من الخبراء والنجوم على هذه الجزئية تحديدا. واللي كمان في نقطة أنت عايز تعلق على ده. أزعلها. أنا عايز يا جماعة تعالوا نتخيل كده في المصارعة مثلا. أبوخ الماتشات لما يكون الطرفين متكافئين في القوة والمهارة. أنت مستني تشوف ماسكات فنية، ومستني واحد يحدف التاني ويلف بيه ويمتعك، تبص تلاقي الماتش كله ما الناس بتحاول، كل واحد عايز يوقع التاني مش عارف، فتلاقي اتنين ماسكين في بعض وبس، محدش عارف يديلك اللقطة اللي انت، فتقول الماتش بايخ وضعيف. ده منتهى التكافؤ والندية. الاثنين متكافئين في القوة وبيتعاملوا بوعي تكتيكي والتزام تكتيكي، فالجماليات هنا ما بتبقاش موجودة إلا بقى في خطأ أو مهارة فردية مش متوقعة، شوطة من بعيد تخبط في المقص، غلطة تحكيمية لأحد الفريقين. يبقى أنت مستني حاجة مش طبيعية، سواء في مهارة زيادة أو في توفيق زائد، أو يعني حاجة زي كده. إذا صادف الأهل يوما يكون لعيبته كلهم في حالتهم الفردية والجماعية، يبقى الإيه؟ ما تخافش على الأهل. ما تخافش على الأهل. ساعتها. طيب، المهندس عدلي أشار إلى حتة الأخطاء التحكيمية. مصطفى غربال لعله الحكم الأفضل في أفريقيا، حكم الجزائري، لكن صفارته في هذه المباراة كانت مهزوزة في قرارات كتيرة قوي. بعض خبراء التحكيم أرجعوها أو فسروا ده، وربما ده كان أقرب للصح، إنه اللي أشيع إنه الغربال وشه حلو على الأهلي، والأهلي بيكسب في وجود غربال، والضجة الكتيرة اللي بتتقال في السوشيال ميديا خلقت عند الراجل نوع من الصراع النفسي. ده كان تفسير سمعته من الكابتن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق.
قال لي اداء مصطفى غربال في المباراه مش هو غربال، ظلم الاهلي في مش اقل من 3 4 قرارات مهمين وكانوا واضحين واوضح من انه حكم بخبرته وبكفاءته يقع فيهم. ده ليه؟ او يتردد او يتردد. ده ليه؟ لانه مهزوز بسابق هذا الـ 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 او الـ 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 الكلام اللي بيتقال حوالين الاهلي بيكسب في وجود مصطفى غربال. انتوا متخيلين انه الكوره بتاعه علي معلول يصاب هذه الاصابه المؤثره جدا، لا تتحسب فاول ولا اللاعب التونسي المعتدي ياخد انذار ولا تتعاد ولا حد ياخد باله، ما تتحسبش فاول. انتوا متخيلين اصابه مؤثره بهذا الشكل ما تتحسبش فاول. اداء مصطفى غربال في المباراه كان محل تقييم 3 من خبراء التحكيم. نشوف الاول الكابتن جهاد جريشه. هنشوف اللقطه الاولى كانت في الدقيقه 12 ومعيار احتساب الحكم للاخطاء. الايد الممتده من لاعب الترجي في وجه اكرم توفيق دي ركله حره مباشره وانذار. الايد الممتده بالمنظر ده تعاقب كتهور وبالتالي انذار مستحق على لاعب الترجي في الدقيقه 12. توفير الحمايه للاعبي الاهلي مش موجود في اللقطه دي، كان لازم ركله حره مباشره وانذار للاعب الترجي في اللقطه دي. الحكم ما احتسبش الركله الحره ولا ادى انذار للاعب الترجي. في اللقطه الثانيه بنتكلم في الدقيقه 33 بنتكلم على احتساب ركله حره مباشره لفريق الترجي وانذار للاعب النادي الاهلي في اللقطه دي كان كريم فؤاد. اولا الالتحام كان التحام طبيعي جدا، مفيش خطا من كريم، مفيش ايد ممتده في الوجه، مفيش اي اعاقه، التحام طبيعي وكتف بكتف والالتحام عادل، وبالتالي كان مفيش فيها اي خطا على كريم فؤاد ومفيش ركله حره والانذار كان موجود، انذار مستحق، وبالتالي بنتكلم على معايير احتساب الاخطاء. خطا تاني للحكم في المباراه بتقييم الاخطاء. اللقطه دي هي اغرب لقطه في المباراه، ركله حره مباشره تم احتسابها للترجي، الرجل بعيده تماما عن رجل اكرم توفيق، مفيش خطا على الاهلي في منطقه خطره. حظ الحكم ان اللقطه زي كده او اللقطات الركلات الحره اللي تم احتسابها بالقرب من منطقه جزاء النادي الاهلي ما تمش احراز منها هدف، لكن تبقى مشكله كبيره للحكم المباراه. بنتكلم اللقطه دي كان لازم صفاره وركله حره غير مباشره للنادي الاهلي وانذار سيميوليشن للاعب الترجي. مش شرط السيميوليشن يبقى او التمثيل يبقى جوه منطقه الجزاء، ممكن خارج منطقه الجزاء ويعاقب بالسيميوليشن. ما كانش فيه اي احتكاك ولا اي تلامس بين لاعب الاهلي ولاعب الترجي. الحكم احتسب ركله حره مباشره للترجي، قرار غير صحيح من حكم المباراه. النهارده معايير احتساب الاخطاء والكروت الملونه النهارده غير صحيحه عند مصطفى غربال. حظه الجيد هو طاقم التحكيم بالكامل ان مفيش اخطاء تحكيميه اثرت على نتيجه المباراه، ولكن النهارده الناس كلها بتتفرج على المباراه وغير مرتاحه للتحكيم. اهم جمله اتقالت ممكن تحصل الاخطاء لكن المعايير تبقى ثابته. ايوه يعني بتغلط هنا بتغلط هنا مكمل، ميزانك الفني واحد. فهو اخطر كلمه اتقالت النهارده معايير تقييم الاخطاء ما كانتش ثابته وواضحه ومتوازنة عند مصطفى غربال. أيا كان السبب بقى، أنت تقول كده، هو غيرك يشوفه الحشد الجماهيري، التالت يشوف إنه عايز يعديه على خير، مليون سبب. وأنا أصبحت أكره جملة إن الحكم استطاع أن يدير المباراة ويخرج بها إلى بر الأمان. هذا مخرج وليس حكما. ده مخرج مش حكم. طبعا بيوجه الأحداث. بس المخرج بقى بيوجه الأحداث دلوقتي. لا ده ماله ده؟ يخفي اللي هو عايزه ويبان اللي هو عايزه ويعيد اللي عايزه وما بس اللي انا عايزه. انا سمعت ده طبعا في الاعادات، ولكن في وجود الفار اللي جاي للفار غير اللي جاي للفار مش هو اللي المخرج بيقرره، المباراة لا يتحكم فيه. هذا لا يبرئ ساحه الحكم. مخرج المباراه ياثر علينا احنا كمشاهدين، ياثر علينا انما ما ياثر ليه على الفار؟ ما ياثرش على الفار. طيب هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف اراء تاني في ايه اللي اثر على الفار بالظبط. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا راي الكابتن جهاد جريشه وشفنا فكره توحيد المعايير في التعامل مع الحكم وازاي مصطفى غربال في اكتر من قرار ما كانش في الحاله اللي كان ينتظر منه، حتى وان راى البعض انه ما فيش اخطاء مؤثره على نتيجه المباراه. لكن الكابتن عادل عقل ايضا كان له راي. حكم عايز يقول عايز يخرج نفسه من اي حاجه ممكن تورطه في قرار تحكيمي مؤثر، خاصه ان هو مش واقف على ارض صلبه.
هو مش هو ده غربال يعني، هو ده مش ده غربال. انا بس يعني معيار تقدير الاخطاء محتاج يبقى معيار واحد. ما تسالنيش ليه عشان ما اخش في التفاصيل. معيار تقدير الاخطاء معيار لازم معيار واحد. يعني ايه؟ هنا فاول على الابيض يبقى فاول على الاحمر، نفس المعيار. فاول على الاحمر يبقى فاول على الابيض، كده نفس المعيار. معيار تقدير الاخطاء ليه عنده هو اختلف من الشوط الاول للشوط الثاني، لكن كان برضه عنده قلق وهو بيقدر الاخطاء، عنده قلق من الجماهير الموجوده في جامعه الاستاد. يعني الترجي شايفين النهارده بيلعب على ملعبه بيخرج بتعادل سلبي، ما تحسش ان عندهم رغبه في التسجيل، ما عندهمش قدره على الوصول للمرمى. بالتاكيد مباراه العوده هيكون فيها بقى تضييع وقت، برافو عليك، استهلاك للوقت لو والوصول لركلات الترجيح. انتشر يا كابتن احمد ان هم عندهم رضا ماتش في ملعبه، يعني ما تحسش ان ماتش في النهارده ملعبه. دي فرقه بتلعب ايوه على ملعبه برافو وهدف عليك. مهم، عايز يكسب، عايز يجيب ايوه جول، عايز يسهل المهمه لا في العوده. لا لا، ماتش في ملعبه، يعني بالهم كان طويل قوي النهارده. ماتش في ملعبه. ودايما يا كابتن احمد في النهائيات بنقول ان الشوط الاول هو مباراه الاياب، هو مباراه الذهاب، والشوط الثاني هو مباراه الاياب. وبالتالي كما كنت طبعا الحمد لله طبعا ان هو اتردد كده، لكن اتردد النهارده تشعر ان هو سعيد بالنتيجه 0-0، لانه كان بالظبط. وفي العوده برضو الربع ساعه الاخير من عمر المباراه لو حضرتك طبعا متابع جيد، كان الاهلي اقرب للتسجيل. يعني قال الجملة اللي أنا حطيتها من ضمن الأسباب، مش عايز يورط نفسه، يعني مش عايز ياخد قرار يستحمل، وخاصة وهو أنا من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظر صاحب الأرض. أيوه. فاستسهل إنه يضغط على الأهلي شوية، ولكن قال جملة برضه ما قدرتش أفهمها منه، ما شرحهاش. المعاييره اختلفت من الشوط الاول على الشوط الثاني. انت يا شو؟ طيب ربما تفهمها من الكابتن الشناوي، نشوف. النهارده الغربال حسيت كده ان هو شويه متحفز ضد الاهلي احساسي نفسيا. يعني انا عايز اقول حتى جت في لعبه كانت امام عاشور بياخد الكوره والتاني طلع عمال له دينجرس بلاي، حتى ما فيهاش حاجه. ما فيهاش حاجه خالص. فاش حاجه يعني. انا فاكر الكره دي الفاول مش فاول. وبعدين يعني بيسمح بالالتحامات على حدود منطقه الجزاء، اي التحام سقوط بيحسب فاول، الاهلي ما بيحسبش. في بقى التعديل اللي انا يعني حته ان الكوره لما ترتد بتبقى هجمه، وكانت فيها تسلل اللي هو الديلي سيجنال، حتى كولر اعترض. ايوه يعني انا عايز اقول لا، يعني طالما ماشيه كده انت ذات نفسك يا حكم تسجل صوتك لما قلت الديلي سيجنال وسبت اللعب يستمر. بالظبط. كونك بقى يعني بقى في هجمه للفرقه ومستحوذ عليها بشكل كويس، يصفر ليه ويرجعها تاني؟ صح صح. يعني دي من ضمن الحاجات اللي هي مش موجوده. وخلي بالك التوصيات في الدفاع بيقول لك خلاص طالما في استحواذ كامل للمدافع الدنيا سيجنال مش مهم. أيوة. طبعا استحواذ كامل ده كان استحواذ كامل طبعا. فطبعا يعني نقول انما المباراه الثانيه انا بعتبر المباراه الثانيه في مصر هتكون صعبه جدا. صعب. تحكيميا. ايوه. شوف انا هتوقف عند اللعبه اللي اعترض عليها مستر كولر واللي وصفها الكابتن الشناوي، لانها الحقيقه ما شفناش قبل كده. انك انت تعاقبني عشان تديني اوفسايد وانا استلمت الكوره بعمل هجمه مرتده، يعني وضع غريب جدا غير مسبوق يعني. هل ده من ضمن اللخبطه ولا من ضمن التحفز بقى؟ اصل الكابتن الشناوي ما كانش هو متحفظ. ده اداله وش. شعرت ان مصطفى غربال متحفز ضد الاهلي، مش متحفظ، متحفز ضد الاهلي. فلم يكن الكابتن الشناوي متحفظ في سر رأيه هذا الوصف. ما علينا، الموضوع يعني اهو عدى. نتمنى من نادال يبقى انه ما يكونش له من اسمه نصيب. لا، يكون نادال بتاع التنس. طيب المباراة خرجت كمان في اطار من الروح الرياضية الجميلة جدا، والاهلي عزز بيها العلاقة الطيبة جدا اللي بتحكمه هو ومسؤوليه مع الأشقاء في تونس. شفنا الحفاوة وشفنا التقدير وشفنا كلام كتير قوي من الأشقاء في تونس، حتى في تسهيل دخول جماهير الأهلي بالباسبور، حتى في
الهتافات. صحيح يمكن من أجمل وأفضل الدخلات اللي اتعملت في دعم القضية الفلسطينية والإخوة في غزة كانت في استاد رادس، كان موقف وطني رائع جدا من الأشقاء في تونس دعما للقضية. لكن بالمناسبة لما يكون أطراف المربع أطراف الدور النهائي في البطولتين عرب، يعني قبضة الشمال تعود على الكرة الأفريقية، الأهلي والترجي دوري الأبطال، الزمالك ونهضة بركان المغربي الكونفدرالية. كمان مباراة الزمالك ونهضة بركان شهدت لقطة ربما تكون هي لقطة الروح الرياضية هذا العام، ممكن تاخد جوائز جميلة وازاي فكر ممكن فيها بسرعة، تاخد جوائز عالمية صح، ويستحق فيها ياسين البحيري التحية. ياسين البحيري لاعب نهضة بركان، دونجا قفز من وراه وهيقع، بصوا اهتم جدا انه يمسكه علشان ما يقعش، كان نازل بطريقه في منتهى الخطوره، بصوا بينقذه. يعني في لقطه كمان تاليه لكده لو في بدايه القفزه يعني بصراحه هو سرعه البديهه يعني انا واقف كده واللعيب جاي من ظهري وقفز عليا وهينزل وعلي لدرجه اختل توازنه فاصبح دماغه تحت ورجليه فوق ايه سرعه البديهه انه ياسين يعني يحتويه بسرعه، دي فطره سليمه ايوه، ده رد فعل ما فيهوش تفكير ايوه، رد فعل ما فيهوش تفكير، يعني مش لقطه بياخد لقطه لا انقذ، خاف عليه فعلا لا دماغ واحد دماغه هترتطم بالارض فمسكه، يعني فعلا اهم من اي والله لقطات اخرى يعني ساعات تجيب اجمل جون، لكن دي من اجل هذا تلعب الرياضه والله، من اجل هذه اللقطه. شوفوا ياسين البحيري يستحق التحيه، لاعب نهضه بركان يستحق التحيه ويستحق الشكر من نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك اللي هو راخر عليه انه يراجع نفسه، لانه في ماتشات كتيره قبل كده كانت له اشارات كتيره مسيئه لقيمه الرياضه في الملاعب، فاتمنى انه دونجا يستوعب درس ياسين البحيري اللي بينقذ حياته، بينقذه من ان هو يتعرض ممكن لا قدر الله لاصابه فعلا مؤثره وهم في صراع على الكوره. ياسين البحيري ده لو ما عملهاش محدش يلومه، انت اللي عامل الجامب وانت اللي طالع وانت اللي نازل، مش هيلحق اي واحد غيره مش هيفكر يلحق بسرعه البديهه ويتصرف. بص احيانا القدر يلهمنا ويعطينا لقطات مضيئه تغير من مفهومنا ايوه، تبتدي تخلينا نراجع نفسنا ايوه، في لقطات كتير يعني انا شايف دلوقتي يعني في الملاعب بدات في مؤشرات ان تتحسن ال 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 الروح الرياضيه، الروح الرياضيه شويه لو اشتغلنا بقى عليها بمسؤوليه يعني ايوه. كان في لقطات ادت الى هذا أيوه. الامر ايوه، تعالوا نبني على كل ما هو جيد ونكمل عليه. صحيح. طيب تعالوا كمان نرجع لمباراه الاهلي والترجي، شفنا الاراء التحكيميه وشفنا التقييمات لمصطفى غربال في المباراه وقد ايه ما كانش بالمستوى اللي يليق به هو كحكم افريقي اول ربما. الراي الفني في المباراه نشوف الكابتن وائل جمعه صخر الدفاع الاهلي لسنوات طويله في الاستوديو التحليلي بقى شايف تعادل الاهلي مع الترجي ازاي؟ انا اشوف النادي الاهلي خرج بنتيجه هو عايزها. اولا بيرسي تاو وسام ابو علي وحسين الشحات كانوا عندهم التزام دفاعي كبير جدا جدا جدا، نجح فيه كولر ان هو يخلي لعب الاهلي لعب الترجي بعيد عن منطقه جزاء، حصر اللعب في وسط الملعب، صعب، ما شفناش فرص خطيره للترجي كعاده الترجي على ارضه، افقد الترجي فرصه اللعب في وسط جمهوره والحماس الكبير اللي موجود فيه. يعني انا اشوف ان هو وصل للي هو عايزه وفي رضا عنده من خلال التعبيرات بتاعته بعد المباراه يعني انت تشوف كابتن وائل بان كولر نجح في هذه المهمه في انا اشوف ان هو نجح في 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 النتيجه اللي هو عايز يوصل لها من خلال الاداء والالتزام الكبير اللي كان عند اللعيبه النهارده. في مصر الوضع هيبقى مختلف تماما. ماذا عن الشكل الهجومي في هذا اللقاء؟ الشكل الهجومي للاهلي في هذا اللقاء في 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 المباراه دي ظاهريا نلعب على الكرات الطويله من رامي ومن عبد المنعم،
والكرات الثابته لو كان في حاجه ظهرت لنا. لكن البعض لربما ينتقد. مش ده اسلوب لعب الاهلي، اسلوب لعب الاهلي دايما نعم. الضغط من خلال المهاجمين ومن خلال الشوط الثالث حسن الاداء وشفنا تسديدات من حسين الشحات ودي نعم. تسديده من امام. فالشوط الثاني هجوميا احنا احسن افضل، تجرأنا شويه مع خوف الترجي، انما الاهلي عنده افضل من كده عبد العزيز نعم. وده يبان في مباراه العوده. مسألة ان الاهلي عنده افضل من كده مؤكد، دائما الاهلي عنده افضل مما يقدم حتى لو قدم الافضل لديه الافضل. لكن مسألة ان الاهلي ادى مباراة تكتيكية رآها الكابتن وائل جمعة انه وصل اللي هو عايزه، ما اعتقدش هو وصل زي ما بيقولوا اسوأ افضل نتيجة. واخد بالك؟ يعني هو ان ما كسبتش ما يخشش في جو. وصل لدي. والدليل على ان التكتيك كان مبني على المعنى ده في المقام الاول، واذا قدرت اخطف جون يبقى كويس، بس الفريق المنافس برضه حرمك من الفرص دي، ان واحد زي وسام ابو علي يكون من نجوم المباراه وهو لم يكن لديه فرص او احرز هدفا. ولكن الدور التكتيكي العظيم اللي التزم بيه ولعبه وكان واضح ومؤثر راه الجميع. عندما تستطيع انك تلتقط مثل هذه الادوار تقدر تشاور على المدرب على طول. ده كلام مهم جدا، لانه كتير من الناس حتى وهي مش مبسوطه من الاداء ربما لم تستوعب ان المباراه تكتيكيه بامتياز. عشان كده الاداء التكتيكي والالتزام اللي فيه في الملعب وانضباطه مش سهل يتشاف لكافه الجماهير، لكن يبقى ان المدربين على وعي بما يحدث. كابتن سامي الشيشيني نجم الزمالك ومدربه السابق واحد من اللي رأيهم دايما في قدر عالي من الفهم والموضوعية والأمانة وللحقيقة الإنصاف للأهلي. نشوف رأيه. يمكن النهاردة اللعب الجمالي أو المهاري ما كانش موجود النهاردة صح، لكن التكتيك رائع. خلينا نتكلم في الحته دي. حلو. في ناس ممكن تقول لك الماتش وحش. ما انت بتتفرج عليه كمفرج متفرج. طبعا. لكن لما تتفرج عليه كراجل بتشتغل على تكتيك بقى صحيح. تستمتع. تستمتع كتكتيك. تستمتع كتكتيك. والله. ليه؟ النهارده مش الترجي بيلعب على ملعبه. لكن كمنظم جدا تكتيكيا ودفاعيا قصاد النادي الاهلي. ما كانش عند المجازفه. ايوه في ماتشات لما بتيجي تلعبها بتبقى نسب على ملعبك. ايوه. 70 30. ايوه. هو النهارده شغال 50 50. ده صحيح. وده ما بتحصلش كتير. لان هو خايف جدا من النادي الاهلي. ايوه. فعشان كده تيجي الناحيه الثانيه. الاهلي لو جيت فتره لا انا شفت حته بتاع بيرستا بيدافع لغايه ال 18. مظبوط. ودي بتلاقيهاش كتير. ما بتلاقيهاش كتير. النهارده علي معلول اتصاب. لما نزل كريم فؤاد قفل الجبهه. لان امام ما بيرجعش كتير. صح. لكن النهارده في حاجه اسمها الترحيل بتاع نص الملعب. كان بيقفل شويه معاه. كان بيقفل شويه معاه. فالنهارده تيجي تتفرج على التكتيك ارتداد اللي حسين الشحات ارتداد بيرستاو جنب نص الملعب تقفل المساحات. النهارده مفيش اي ثغره يشتغل منها الترجي. صح. فالنهارده الراجل بتاع الترجي لعب على ماتشين ما لعبش على ماتش. مظبوط. هو عنده لسه في مباراه ثانيه. صح. هو راجل احترم النادي الاهلي قوي. نعم. عارف ان هو لو فتح في مرتدات وعندك سرعات ومهاره من لعيبه نص الملعب بتاعت النادي الاهلي فالنهارده الاثنين احترموا بعض. أيوه. عشان كده المباراه ما فيهاش شغل جمال. الاهلاويه بيقولوا انه لو الاهلي لعب اخر ثلث ساعه جازف كان ممكن يخطف المباراه. وممكن يتخطف. وممكن يتخطف. ولو اتخطفت هتشتغل على هدفين في العوده. مظبوط. مش هتشتغل على واحد. صح. لكن الاهلي عمل ايه؟ عندي جمهوري. نعم. عندي خبراتي، عندي النهائي على ملعبي. ليه المجازفه؟ يعني الكلام اللي قاله، المباراه جاءت ممتعه من الناحيه التكتيكيه. وانا قريت لاكثر من حد بيفهم يعني من اللعيبه في الاستوديوهات مش متذكر مين اتكلم على الاشاده بالدور التكتيكي للفرقتين مش لكولر لوحده. لكن هو قال نقطه مهمه، قال الترجي ما رضاش يجازف لانه مدرك ان عنده مباراه اخرى، فما رضاش يجازف تصعب عليه مباراه العوده. الكابتن شوبير قال الجمهور كان شايف ان لو الاهلي جازف في اخر 10 دقايق كان يقدر يخطف المباراه. الكلمه لوحدها تخليك ترفض ان يفكر بالطريقه دي. يعني ايه لو كان جازف؟ يعني ايه؟ يعني عمل مغامره قد تاتي بنتائج عكسيه ايضا، والا ما تبقاش مجازفه. واللعب على المضمون شيء. صحيح. والمجازفه شيء. صحيح.
فانت الكابتن الشيشيني رد كلمه بسيطه جدا، اي كان ممكن يخطف وكان ممكن يتخطف طبعا، فالاثنين ارتضي بالنتيجه. بالنسبه للاهلي وانت رايح بصراحه يعني كلنا كنا بنقول بس يا رب ما يخشش فينا جول. صح؟ ايوه حصل. بعد كده يا ريت نكسب. أيوه. ما حصلش. عايزين بقى يا رب نجيب جول. ايوه. بس. او اتنين او يعني نكسب الماتش. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب اللي بيقول المهندس عدلي فكر فيه الكابتن احمد شوبير. ازاي تفكر في لقاء العوده؟ نشوف. بمنتهى الوضوح التعادل السلبي بدون اهداف خارج ملعبك هي نتيجه جيده جدا، لكنه هو السؤال ازاي هتفكر في مباراه العوده؟ ازاي هتفكر انك تكسب هنا باذن الله؟ هل البطوله اقرب للاهلي؟ بنسب ضئيله يعني انت قبل المباراه تقول ان الترجي اقرب انه يفوز في ملعبه في رادس، لكن المباراه انتهت بالتعادل. عايز اقول لك بس كام نقطه بالنسبه لفريق الترجي في الادوار الاقصائيه. هو لعب مع فريق اسك الايفواري، اتعادل المباراه الاولى في ملعبه 0-0، وتعادل المباراه الثانيه خارج ملعبه 0-0، وفاز بركلات الترجيح. ثم مع فريق سان داونز الجنوب افريقي فاز في المباراه الاولى في ملعبه 1-0، ثم كرر الفوز خارج ملعبه بنفس النتيجه 1-0، وصعد الى المباراه النهائيه. اذا منذ حضور كاردوزو لتدريب نادي الترجي هو بيجيد اللعب الدفاعي خصوصا خارج ملعبه، ما بيفرقش معاه قوي انه ما يسجلش اهداف على ملعبه، لكن بيعرف ازاي يحافظ على شباكه في المباريات الخارجيه. السبت الجاي هيكون النادي الاهلي بامر الله بيلعب الفاينل مع نادي الترجي في القاهره. المطلوب عارفه كويس قوي مارسيل كولر اللي بقى خبير متمرس في البطولات الافريقيه، المطلوب اللعيبه عارفاه لانه ده مجد وتاريخ عظيم للاعبي النادي الاهلي وللكره المصريه بكل تاكيد باذن الله سبحانه وتعالى. مش عايز اقول يعني اضخم في التعادل، لكن مش عايز اقلل منه. عايز اقول ان التعادل خارج ملعبك هو نتيجه جيده ونتيجه مستحسنه ونتيجه كانت مطلوبه، كان الله في عون كولر لانه الحسابات عنده كتير جدا. لازم النادي الاهلي من اللحظه دي يفكر في لقاء العوده. نفس الكلام ويتفق معنا، فرص الاهلي تبدو اطيب بنسب ضئيله، ولكن النتيجه ما هو انت كنت خايف من ايه يا استاذ ابراهيم؟ كنت خايف تيجي مهزوم مع فريق زي الترجي. بس خلينا مع فريق زي الترجي، بس سيبني اقول لك لو كنت خسرت هناك كان هيعرف ازاي يقفل هنا ويحرمك. كويس منه. كويس. لكن انت ما 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 الحمد لله ما دخلش فيك جول، عايز تلعب بقى هنا وعايز تكسب في الوقت الاصلي. مش عايز تاخد مخاطرات ضربات الترجيح. ايوه. هيبقى عندك قدر اكتر من المحاولات الهجوميه او التكتيك الذي بشكل او اخر يتيح لك تشكل خطوره على المرمى الثاني دون مجازفه حقيقيه بانك تعرض نفسك تبقى مكشوف. معادله صعبه مش سهله مع فريق منظم، لكن هي بتبقى سهله امتى؟ يعني الوصف اللي قاله سامي الشيشين ينتقد برضو الناس كلها هجمه تاو والشحات ما شفناش. لا، بيقول دورهم التكتيكي كان رائع، لكن ما شفتش خطوره على الاطراف نتيجه الدور التكتيكي اللي التزموا بيه الاثنين دول. فاحيانا اللعيب انت كمتفرج مستني منه حاجه بس بيظلموا التعليمات اللي المدرب بيديها له وبيأديها صح. فمش كل حاجه تبقى صح هي الممتعه. كل حاجه تبقى صح هي التي تؤدي الهدف منها. طيب لكن مش هفوت دي من غير مثل المهندس عدلي، وازاي الاهلي ممكن يفكر صح في مباراه العوده بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كنا بنتكلم قبل الفاصل على الاهلي ازاي يقدر يستعد للمباراه اللي جايه، بس قبل ما اروح للمباراه اللي جايه عطفا على اراء الحكام وخبراء التحكيم في اداء مصطفى غربال. كابتن وجيه احمد يمكن كان اكتر من سجل ملاحظات سلبيه واضحه جدا على اداء مصطفى غربال وطاقم التحكيم في المباراه مع الزميل هاني حتحوت. نشوف. والله يا كابتن هاني يعني الحقيقه ده الحكم رقم واحد في افريقيا، ده رقم واحد
ويعني مش عارف اقول ايه. طبعا في اول ست دقائق فاول مستحق واضح جدا لصالح علي معلول، واللعيب داخل بالاستار بتهور، بلاش مش عايز اقول بالاستار بتهور، كان يجب انذار اللاعب في الدقيقه 6 نتيجه اصابه علي معلول اللي طلع، ولكن الحكم لم يحتسب اي شيء. بعديها بدقيقه ونص ولا دقيقتين فاول واضح جدا لامام عاشور برضه لم يحتسب. يعني سبحان الله، يعني انت هل في حد جاي وانت مركز ان الناس بتقول ان انت النادي الاهلي بيثقوا فيك او النادي الاهلي بيحبوك او جاي حاطط في دماغك الكلام ده؟ يعني انا شايف ان العاب مهمه جدا ما يعني ما خدش فيها قرار. اللعبه بتاعت اكرم توفيق اللي الولد بالذراع في وش اكرم توفيق برضه ما حسبش الفاول ولا ادى انذار، وبعدين استأنف باسقاط بعد كده بعد الجهاز الطبي ما نزل وبيعالج اللاعب. يعني انا مش شايف بصراحه، انا مختلف معاه في مجموعه من القرارات، وايضا مختلف معاه في قرارين كان يجب انذار محمد عبد المنعم لاعب النادي الاهلي للمسك، وكان يجب انذار لمروان عطيه للتهور مع لعب الترجي. يعني مختلف معاه زي ما اختلفت معاه في الاول في ثلاث العاب، في لعبتين انذارين للنادي الاهلي كانوا مستحقين، كان لازم يديهم. ولكن برضه انا عايز اتكلم كابتن هاني، محمد هاني خد انذار كده بلا داعي مجاني. يعني ايه ده انت بتعمل الكوره طلعت الكوره على الخط وطالعه، اللعيب مواجه للخط، يعني مفيش احتمالات كبيره يعملها اصلا. الكوره طالعه رمي التماس، وكرة طالعه راح زائق بايده الاثنين. ايه ده يا جماعه، الانذار مهم والانذار ليه دور وممكن ياثر عليك وبيخليك بيلعبك وانت متكتف في الماتش طول الماتش. بيلعبك يعني خليك متكتف طول الماتش، مش قادر تلتحم، مش قادر. في العاب مهمه، ولكن انا وجهه نظري شايف ان مصطفى غربال الحقيقه لازم يراجع نفسه. ان كان ما فيش اي حالات مهمه داخل منطقه الجزاء، الفرقتين الحقيقه لا هنا ولا هنا ما فيش اي العاب مهمه داخل منطقه الجزاء، ولكن انا شايف ان الاداء التحكيمي خاصه الشوط الاولاني كان عليه علامات استفهام على طبعا مصطفى غربال بالنسبه للنادي الاهلي، وبالنسبه الشوط الثاني بالنسبه للانذارات بتاعه لاعبي النادي الاهلي. انت قلت نقطه مهمه بدات بيها كلامك قبل ما نختم كابتن وجيه، وهي انه هل هو متاثر بفكره ان الاهلي بيقتنع او بيثق في هذا الحكم؟ ازاي حسيت بده؟ ما انا كابتن هاني اصل في العاب بتبقى الحكم الواحد ما بيبقى حكم وعنده خبرات في الملعب مش عايز يدي انذار في اول ست دقائق ويدي انطباع للناس ما ده الكلام اللي قالوه عليه. يا عم اللعبه فاول، انت بتطبق القانون، اللعبه فاول 100%، واللعيب اتصاب وطلع والناس كلها بتدور دلوقتي عليه، اللعيب ده ممكن يلحق الماتش الثاني ولا لا. يعني ازمه مشكله، انت ليه حتى ما صفرتش فاول؟ عارف لو انت حسبت الفاول وتقديرك في اللعبه انها لا تستحق انذار ماشي. يا راجل ده ما حسبش فاول اصلا، اللي ادى انذار لكريم لعيب النادي الاهلي والله ما تستحق انذار. كريم فؤاد لسه كنت بقول والله ما تستحق انذار، ده لو تستحق فاول اصلا ولا فاول كمان، التحام مشروع، الاثنين بيجروا في اتجاه الكوره والاثنين بيحاولوا يوصلوا لها، حصل الاصطدام. ابتدي فاول على ايه؟ ابتدي انذار على ايه؟ اديت فاول اختلف معاك في التقدير، ممكن وانت جاي من بعيد شفت ال 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 السقوط، انما انذار على اي اساس؟ انا شايف الانذار غير مستحق بالمره. شوف الكابتن وجيه بطبعه راجل متحفظ بحكم مسؤوليته على لجنة الحكام. لم أراه يوما بهذا الوضوح والمباشرة. وهو شايف أن مصطفى غربال متأثر بانطباعات قيلت عنه. وده بيقودنا يا أستاذ إبراهيم لما كنا بنقول أن الحكام بيتأثروا وبينزلوا وفي دماغهم سيناريوهات. يقعدوش بقى حد يقول لنا إلا حكام، لا البني آدمين. طب كل واحد حسب شخصيته. فأنا شايف إن يعني ممكن يكون طبعا في وهو زي ما قال شيشيني ولا مين اللي قال الحمد لله، جهاد جريش قال الحمد لله إن الأخطاء دي لم تسفر
عن شيء يغير من نتيجه المباراه. ما اثرش. ف اهو نتمنى بقى الكلام ده ما نشوفوش ابدا في المباراه القادمه. طيب هي بقى خلطه عربيه، الاهلي المصري مع الترجي التونسي، صافره جزائريه، نكملها بقى بالراي العراقي. الراي العراقي للصديق الكابتن ميثم عادل نجم الكره العراقيه والمحلل الشهير، ورايه عن الاهلي والترجي ما بين القاهره ورادس. بدايه اود ان اذكر ان احد المحللين اللي كانوا في الاستوديو التحليلي للمباراه الناقله والمحتكره لمباراه دوري ابطال افريقيا، ويعتبر من فطاحل نادي الترجي التونسي والمحسوبين طبعا على هذا الفريق الكبير في تونس، حاول ان يقلل من قيمة هذا التعادل بالنسبة للنادي الأهلي، ويذكر معلومة يمكن غابت عن الكثيرين عندما ذكر أن نادي الترجي دائما يحرج النادي الأهلي في القاهرة، ودائما النادي حتى إذا أراد أن يفوز على الترجي يفوز بنتيجة يعني جدا صعبة وقليلة، يتعادل 1-1، يفوز 2-1، 1-0 ولا ذلك من هذا الكلام. لكن هذا المحلل الفطحل نسى موضوع مهم غائب عنه، أن النادي الأهلي صحيح كان يفوز بنتيجة قليلة وربما حتى تنتهي بعض المباريات بالتعادل، لكن عمر نادي الترجي ما فاز وين في القاهرة. هذه مسألة غاية في الأهمية. المسألة الأهم أن النادي الأهلي كان يحسم المباراة وين؟ يحسمها في رادس، وبالتالي عندما يأتي إلى القاهرة ماذا يكون الموضوع؟ يكون الموضوع منتهي، وهذا ما حدث في 5 مرات وثلاث منها متتالية. كان الأهلي يفوز بنتيجة كبيرة أصلا، فيأتي الفريق للقاهرة هو حاسم البطولة فيلعب بطريقة معينة، بالتالي النتيجة تخرج بهذا الكلام اللي أنت تكلمته واللي قلته. فهذا هو الموضوع، مو الموضوع ان النادي الترجي يحرج النادي الاهلي، لا، نادي الاهلي اليوم تعادل مع نادي الترجي في رادس 0-0 في تونس، سياتي الى القاهره، المباراه لم تحسم، سيلعب بشكل مختلف تماما، اطمئنك يا سياده الفطحل ان النادي الاهلي سيلعب بشكل مختلف تماما عن مباراه الاياب اللي تعادل بها اليوم. وانت محلل فطحل وبنحبك لحبك للنادي الاهلي، لكن هو يقصد الكابتن طارق دياب الذي نكن له كافه كل مشاعر الاحترام والتقدير، ولكنه في النهايه هو لاعب سابق في الترجي ومسؤول على اعلى مستوى، كان وزيرا للرياضه في تونس، عندما يريد ان يعني مش يحب يعني يحافظ على مشاعر جماهيره ويحفز لاعب الترجي، نعطيه بعض الحق وما تزعلش ايها الفتح. طيب ده كان راي مهم لميثم عادل، وزي ما المهندس عادل قال مباريات الاهلي مع الترجي في القاهره، هو الكابتن طارق دياب قال لك كثيرا الترجي ما احرج الاهلي في القاهره، وكثيرا ما الاهلي فاز في تونس، لكنه حتى في القاهره اذا كان الترجي تعادل مره فالاهلي فاز مرات ومرات على الترجي في القاهره. ويبقى الراي للملعب. كنت قبل الفاصل بسال المهندس عدلي عطفا على راي كابتن احمد شوبير، كيف يمكن ان يستعد الاهلي لمباراه العوده باستراتيجيه مختلفه؟ هدي لك عناوين. مش عايز ادعي ان انا الراجل بتاع تفاصيل فنيه لان ده مش دوري، ده الكوتش. انا لخصت لك الموضوع. عليك أن تتوقع ألا يدخل فيك أي هدف. تمام. إذن هيكون عندك من النمط الدفاعي أن لما تكون الكرة مش معاك يبقى أنت عندك من إغلاق والأجناب بشكل تحد، لأن الحقيقة شمال أفريقيا كله مميز في الكرات العرضية وضربات الرأس وخصوصا بالكرات الثابتة. أنت عايز تعمل دي، وعشان تعمل دي انت برضو عايز لما يكون الكوره معاك
ما تبقاش راجل بتشتت، لكن راجل بتعرف ازاي تطلع بالكورة من تحت. فتكون تحت الكورة باستمرار. دي هنا الصعوبة في ظل فريق أتوقع انه هيضغط عليك من الدقيقة الأولى، وأتمنى أن يفعل هذا. يفعل طبعا، يتحرك من قواعد حاجتين. هيتحرك من عمقه الدفاعي ويديك مساحة. لا، ومين يكمل الماتش كله بيضغط؟ بدنيا هيتأثر. فأنت إذا كنت جاهز بدنيا وعناصرك جاهزة بشكل متكامل، وهنسترد لعيبة زي عبد القادر وياسر كباتن كبار، وكوكا ثلاث لعيبة مهمين يشكلوا، والسلية ربما وياريت السلية طبعا يشكلوا أسلحة استراتيجية معك. تبدأ تبدل هتريحك. أيضا وجود الشناوي بشكل هيكون أكثر جاهزية. أنا شايف إن دل في المقام الأول. طب لو كرة معايا لازم أبني، لأن أنا لو لجأت إلى التشتيت، البعض يرى إنك أنت تتجاوز منطقة الوسط بتاعت الترجي في إرسال الكرات الطويلة عشان تخليهم في ملعبهم باستمرار. نوع من الاستراتيجيات. لكن الأجمل إنك أنت تطلع الكرة في رجلك وبتنقلها، بتعمل حاجتين مهمين جدا، بتديك شكل من أشكال السيطرة. نمرة اتنين، بتخلي الفريق اللي قدامك يقلق منك. ما هو الفريق اللي قدامك ده مش فريق صغير. ايوه. مش بتاع انه يسيب لك الملعب وتعمل اللي انت عايزه. لا لا. هو برضه فريق كبير. فعرف يلعب تكتيك صح مع صن داونز ذهابا وايابا. وربنا يوفقه. مش عايزين ربنا يوفقه بقى هنا عندنا. يعني كفايه عليك. كفايه خلاص انت. خد توفيقه. خد ارجو ان تكون قد استهلكت فرصك. ونوفق الدور بقى على الاهلي، يوفق بقى شويه ان شاء الله. وجزء من التوفيق ان التحكيم يكون تحكيم صح وعادل، ما نقعدش نسمع الكلام اللي ملوش لازمه. طيب ده هتيجي تقول لي بقى المناخ نفسه بقى، الجمله بقى يا استاذ ابراهيم اللي بتتقال، اللي انا مش شايفها انها يعني من ناحية الموضوعيه كيف يعني، اللي هي احراز الاهداف من انصاف الفرص. ما ده غايه المنى. ما فيش حاجة اسمها إحراز الأهداف من الفرص اللي تيجي، لأن الحقيقة انصاف الفرص هي أهم الفرص. إنك أنت في زحمة تروح شايط كورة، إنك أنت كورة من بعيد تشوطها، إن كورة ثابتة تنط تلعبها، لكن الفرص السهلة هي الفرص الصعبة. يعني الانفرادات والحاجات دي الاختبارات الصعبة اللي ما بيحبهاش اللاعب. طيب ده من الناحية الفنية. من ناحية الجو العام للمباراة، لا انا انا اراهن على وعي الجمهور. متاكد جمهورك من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره في هذه المباراه تحديدا لن يخرج عن النص، لن يتوانى عن دعم الفريق بالاسم، مش هيكون اي او هيسمح باي شيء سلبي يؤثر على الملعب. وانا مش هطلب منه دي، لانه سبقنا فيها. كل التجارب بتقول ان الجمهور ساعه المواعيد الكبرى بيسبقنا وبيسبق طلباتنا واحلامنا. ده كلام مهم جدا. ايضا بضم صوتي لصوت المهندس عدلي في فكره العبارات الاكليشيهات اللي الناس بترددها وتحتاج شويه مراجعه شويه. في مقوله اصل المباريات النهائيه تكسب ولا تلعب. والحقيقه انا شايف ان ده نوع من عدم الدقه في معنى يعني ايه تلعب. ايوه، المعنى هو المختلف بالظبط. يعني ايه تكسب ولا تلعب؟ ما هو اللعب التكتيكي ده لعب، وليه قصر فهم اللعب على الجماليات. ايوه، هنا الناس عايزه تقول المباريات تكسب تكتيكيا مش شرط اللعب الجمالي، لكن تكسب ولا تلعب دي معناها ان انا بجرد اللعب التكتيكي من ميزته وقيمته واهميته في المباريات الكبيره، وضربات الحظ فقط. مفيش حاجه اسمها تكسب ولا تلعب، لانه والا هتكسب ازاي؟ انا كده بعتمد صيغه للمكسب غير اللعب. مفيش حد هيكسب من غير لعب. هذا اللعب ممكن يكون لعب تكتيكي جيد، ممكن يكون انضباط تكتيكي والتزام في الملعب عالي جدا قد لا يراه الجمهور العادي زي ما الكابتن سامي الشيشين وكابتن شوبير قالوا، وممكن يكون اداء جمالي في النهايه الناس بتمتع وبتسجل لانه المنافس اقل شويه
او ظروف الجيم سامحه بكده، فاللمسات الجماليه تبان. كل ده شكل من اشكال اللعب الايجابي، مش شرط فقط اللعب اللي هو اللعب الجميل. فعشان كده تسمع مقوله المباريات الكبيره تكسب ولا تلعب. وفي مباراه كبيره زي ماتش الاهلي والهلال في كاس العالم، والاهلي والاتحاد في كاس بتكسب بلعب تكتيكي جمالي. انما بجمالي ليه؟ الظروف اديتك الظروف، لان اهداف مبكره. ايوه الشناوي عارف يصد ضرب الجزاء، عززت الجون، اصبحت انت المنافس، اتطرد منه حد فارتبك. يعني في ظروف ملعب بتسمح لك بقى انك انت تبتدي تدي اللمسه بأريحيه بقى، أيوة. تلعب وتظهر ابداعاتك، لكن هو في النهايه يعني التكتيك موجود. لكن لو انت رايح بالتوجه ده فقط، مش كل مره مثلا احمد عبد القادر هيقدر راس الناس بالطريقه دي ويجيب جون صعب مثلا. ده جون من امتع الاجوان، لكن مش مطلوب منه يعمل كده. صحيح. يعني انت لو الكره دي ما جاتش جون هتزعل. أيوة. كنت هتعاتبه ما تبصيها. ايوه. لكن لما تيجي جون تقول ايه الجون الجميل ده. فانت احيانا النتيجه بتخلي بتؤثر على التقييم نفسه. عايزين بس احنا خلينا في ال 90 دقيقه، اول حاجه 90 دقيقه بالوقت المحتسب بدل من ضائع، ان جمهورنا هيعمل اللي عليه، ويبقى لاعبتنا عارفه ان التاريخ ينتظرهم عشان هيعملوا شيء غير مسبوق، يعني وتتكتب باسمهم جميعا ارقام غير مسبوقه. وعلى مستوى العالم بقى الناس هتقول ايه الاهلي ده، ايه الاهلي ده، وايه اليوم الحلو ده ان شاء الله تعالى. كابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الاهلي ومساعد المدير الفني لاتحاد الكره دلوقتي، رايه ايضا في مباراه رادس مهم، نسمعه. الاهلي اكثر استقرارا، اكثر قوه، السكواد بتاعه اقوى. صحيح. في اخر خمس بطولات وصل نهائيات بشكل زي ما انت شايف. فاللي انا عايز اقوله ان الاهلي نظريا على الورق اقرب، لكن كوره بقى ككوره انت عارف مفاجات الكوره مفاجات فظيعه جدا. فانا عايز اقول ان احنا لابد ان يعني نقول النهارده التعادل ده بطعم الفوز بعد ال 90 دقيقه بتوع القاهره. ايوه. لان المباراة النهائية مباراة يا احمد حذرة جدا. انا صحيح. بكلمك بقى لان انا عشت ده. صحيح. فطبعا بتبقى سيناريوهات كتيرة بتدور في دماغك، ازاي تقفل، ازاي تهاجم، ازاي تضغط وانت بتلعب في ملعبك، ولاعيبتك ما تفرطش في التأمين برضو، يعني صحيح. بعد الهجمة ازاي تأمن عشان ما لان الجون اللي بيخش فيك في ملعبك جون غالي جدا، يعني طبعا لان النتيجه ثمنه غالي، صفر غير نتيجة 1-1. مظبوط مظبوط بالظبط. ففي النهاية طبعا في تركيز، في تحضير للمباراه دي. ال 90 دقيقه يعني فيها سيناريوهات كتيره جدا وفيها شغل كتير جدا من كولر. طيب اصابه علي معلول اثرت على الجنب الشمال بالنسبه للنادي الاهلي؟ طبعا اثرت هجوميا. اثرت هجوميا طبعا. لان علي معلول من اللعيبه اللي بتعمل جبهه ناحيه الشمال كويسه جدا. لكن طبعا كريم فؤاد لعب في المركز ده قبل كده، سواء في امبي قبل ما انتقل للاهلي. صحيح. كان بيلعب باك ليفت وباك رايت وجناح، وشفناه في الاهلي بيلعب برضه، يعني لعب قبل كده باك ليفت ولعب جناح في اليمين والشمال، يعني هو لعيب جوكر يعتبر. صحيح. فهو لجأ لكريم على اساس دي مباراه نهائيه، وعلى اساس ان هي عايزه خبرات وبتلعب في ملعب رادس في تونس، فممكن كريم فؤاد عدد الماتشات اللي خدها مع النادي الاهلي اكتر خبره في الحته دي، فممكن يكون لجأ له عشان يعني كنوع من الاطمئنان الازيد. لكن ده ما يقللش من كريم الدبيس. كريم الدبيس لعيب صغير لسه وعنده يعني مستقبل كويس جدا، واعتقد ان هو لما ياخد عدد ماتشات وعدد دقائق انا اعتقد انه هيقدر يثبت نفسه. يعني كابتن محمد يوسف طبعا بعد المقدمه اللي فيها كيف يعني يرى ان الاهلي كفته ارجح بعض الشيء، لكن حذر من مفاجآت الكره الفظيعه وصفها بكده، وقال ازاي تهاجم دون التفريط في التامين الدفاعي، هو ده مربط الفرس. لكن توقف عند علي معلول وتاثيره على الاداء التكتيكي وتاثير، بناء على سؤال من الكابتن احمد حسن كيف ترى اصابه الكابتن علي معلول؟ لا مؤثره طبعا، هو طبعا عايز يخفف، يقول ان كريم فؤاد سبق اللعب في هذا المكان وفي انبي وودى فيه وشفناه ولعب كمل هناك كويس. يعني انما هي الفكره كلها
علي معلول تتجاوز قيمته الدور الدفاعي. طبعا. الى واحد من مفاتيح اللعب وتقريبا معمول حسابه قوي، يعني وكان مصدر قلق مش عايز اناقش. يعني وجوده في الملعب انه عايز اقول لك على حاجه تاكيدا لكلامك، اللقطه اللي احنا بنتكلم عليها ان دي اخطر فرصه اتعملت اللي هي عدت من قدام مصطفى شوبير ومرت لغايه جنب القايم اليمين بسنتيمترات. الكره دي اول كره اتلعبت لما علي خرج. لدرجه ما كانش حسين الشحات كان بيقول لهم انا خلاص انا اللي هقف هنا. فامام بيقول له لا انا اللي هدافع، قال له لا انا اللي هدافع. فحسين نزل تحت في مركز الباك ليفت وهم لعبوا الكره من وراه واتلعبت عرضيه. بعدين امام اضطر يقول لحسين لا هندافع سوا بقى. فالى هذا الحد هم كانوا واخدين بالهم انه ثغره خروج علي معلول تستغل. انت لما كان المدرب المنافس واللعيبه اول حاجه تقول يلا يا جماعه عندنا فرصه دلوقتي في الحته دي. في ارتباك نفسي صحيح عند اللعيبه. صحيح. وانت ما قلت مهما قلت انا اللي هقف ولا الثاني قال انا في لحظات صحيح. دقائق لازم لحد ما ايه حد يستقر في هذا المركز ويبتدي يحط بصمته عليه. ودقائق كمان نطلع فيها الفاصل الاخير ونرجع لحضراتكم. استاذ ابراهيم قبل ما الوقت ياخدنا، المشوار المره دي لرادس والترجي كان مليء بالمعاني الدافئه الجميله جدا والاجواء الحقيقه اللي بتعكس العلاقه الحقيقيه بيننا وبين، يعني عايزين نتكلم عليها لاني انا اعلم ان الكابتن الخطيب بصفته رئيس البعثه والبعثه كلها كانوا في منتهى الامتنان لما لقيوه. وهل جزاء الشكر الا الشكر والتقدير؟ كابتن محمود الخطيب النهارده عقد عده اجتماعات ورتب ترتيبات كتيره مع الدكتور سعد شلب المدير التنفيذي ومع كافه الادارات المختصه في النادي، وتقرر ان يكون الكابتن الخطيب نفسه على راس مستقبلي بعثه الترجي التونسي حين وصولها باذن الله لمطار القاهره مساء يوم الاربعاء اللي جاي. واوصى الكابتن الخطيب او طلب بكل الادارات المختصه العمل بتركيز شديد على حسن ضيافة واستقبال وتقدير الجانب التونسي الشقيق. ده ردا على ما لقيته بعثة الأهلي منذ الوصول لمطار قرطاج من تقدير وحفاوة وتكريم. كان السيد حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي مع السفير المصري طبعا إيهاب فهمي في استقبال البعثة في مطار قرطاج، وشفنا الرئيس حمدي المؤدب وهو بيستقبل الكابتن الخطيب ومجلس إدارة النادي بكل حفاوة وتقدير يعكس فعلا حجم العلاقة المحترمة بين الناديين وطبيعة العلاقة بين الأهلي والأندية التونسية كلها. الحقيقة دي الدبلوماسية الرياضية الرائعة جدا، وده الدور يا باشمهندس اللي الأهلي بيلعبه دايما في تمتين هذا المفهوم الرياضي. والأهلي كان بيعمله كده كده، لكن المرة دي بيتعمل بمشاعر دافئة حقيقية لأنه شاف المشهد ده. أيوة. أنت فاكر السنة اللي فاتت لما راح الجزائر نفس الشيء. أيوة. المغرب. والمغرب كل حتة بيروح النادي الأهلي. شوف فوزي الأقجع كلامه الحمد لله بيجد مثل هذا الترحاب. أيوة. وده بياخدنا بقى إن إحنا برضو ما ننساش نقول لجماهيرنا إن لابد أن نرد هذا الفضل وهذا الدفء. وهذا التقدير وهذا التقدير وحتى الاحترام اللي شافه فريق النادي الاهلي من المدرجات. أيوة. والقله القليله من مشجعي الاهلي. أيوة. ان يجدوا نفس وما تسمحوش لاي حد يلعب في المساحه اللي بيننا، لان جمهور الترجي من قبل المباراه لما كان بيجي لقطات ليهم كان بيقولوا بس اخرجوا انتوا منها. أيوة. اللي بيننا بين الاهلي مالكوش دعوه بيه، احنا كبار مع بعض، احنا كبار مع بعض واللي يكسب هو الافضل وهنبارك له. بهذا المفهوم ان احنا علاقه مميزه لابد ان ننميها، لان العلاقات عايزه مينتننس، عايزه صيانه. ايوه. وصيانه العلاقات هي الود وتبادل الود والتقدير والاحترام. ده كلام مهم جدا جدا. اشكرك. لا لا بجد، يعني يا جماعه التوترات اللي كانت بتحصل في علاقات الشعوب العربيه العربيه بالذات صناعه خارجيه والله. كلها صناعه خارجيه وايادي خبيثه بتعبث فيها. مش خارجيه عن النطاق يعني. والاهلي الحقيقه الاهلي طلع بدوره
الوطني فعلا المسؤول في كل ما يتعلق بالدبلوماسية الرياضية العربية. شوفوا اللي حصل من محاولات الفتنة بين الأهلي والهلال السوداني، انتهت إلى الرئيس الهلال السوداني ووفده الشقيق يجي يزور النادي ويرحب به من الكابتن الخطيب، وشفنا قد إيه الوفد السوداني الشقيق وحقيقة المشاعر وترجع العلاقة حقيقة المشاعر لحقيقتها ولطبيعتها. شفنا السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تصريحاته الأخيرة قد إيه يحمل هذا الود والتقدير والاحترام للكابتن محمود الخطيب وللنادي الأهلي. شفنا الجانب الجزائري حتى وقت ما الأهلي كان بيتفاوض مع أحمد قندوسي ورئيس نادي النادي الجزائري ساعتها قال لك لما كلمني الكابتن الخطيب قلت له كل شيء خلاص انتهى. هي دي طبيعة العلاقات. في تونس شفنا حمدي المؤدب الرئيس التاريخي لنادي الترجي، على فكرة هو رئيس النادي من 2007 تقريبا، فهو بقاله سنوات طويلة في خدمة باب سويقة. فاحنا في كل الظروف مع كل الدول العربية الشقيقة شفنا الدور الوطني المسؤول جدا للنادي الأهلي ومسؤوليه. تعرف الكلام اللي بتقوله ده أستاذ إبراهيم، اربطه بقى بالمقدمة اللي دخلنا بيها البرنامج أستاذ إبراهيم، لما قلنا الأهلي علاقة كلمة الأهلي تتجاوز مجرد الفرح. ايوه، جمهور الأهلي فرحان بالأهلي مش عشان بيكسب بس، ده جزء من الفرحة. أيوه، اتعودوا عليه، لكن الفرحة الكبرى بهذه المكانة التي يراها النادي الأهلي في كل مكان. ده بيحسس الجماهير إنها بتشجع نادي له مكانة خاصة في القلوب وفي التمركز بين الكبار على مستوى العالم. هو ده المعنى الحقيقي، أن تعشق الأهلي وأن تحب الأهلي، وهكذا يعني بيفخر جمهور الأهلي أكثر ما بيفرح، يعني بيفرح طبعا بالمكسب لكن هو بيفخر أكثر بالأهلي. ولذلك أنا بقول الأهلي فكرة والكل يتعلق بها، الأهلي هو يملكنا ولا نملكه. أعتقد مفيش كلام بعد هذا الختام. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.